مساء الخير مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مباشرة من وسط بيروت، مباشرة من بيروت سوق مع هالجمهور الرائع اللي عم بيزيد يوم ورا يوم. اليوم عم كون معكم كمان بنهار مميز بهالشهر الفضيل، بهالشهر المبارك، مع ناس بياخذوا العقل موجودين هون لحتى يشاركوا معنا، وراح يكون في متصلين كثير مشاهدين. امبارح من ربحت الهديه الكبيره، من ربحت الحرزانه بقيت لليوم، اليوم رح تنربح، رح يكون في سحبين على لعبه حرزانه. فرصه لكم من برنامج ناقشت لحتى واحد من المشتركين الموجودين هون، واحد منكم انتم المتصلين ممكن انه يربح حرزانه يلي صارت ما بعرف بين 25,000 و35,000 دولار، واحد بده يربحها مقدم سيارة تقدمة الـ LBC موديل 2012 كامل التجهيزات وهدايا رائعة عم تتجمع يوم ورا يوم، وهدايا كثير عم تنربح من خلال اتصالاتكم لرد ذهب وساعات. وشاب جديد رح نشوفه ونتعرف عليه اليوم، عن جد بياخد العقل هالشاب، أنا كثير يعني مبسوط فيه كثير هالشاب. عم نشوفه هون مع رنيم يلي اشتركت معنا امبارح، رنيم وربحت ساعة قيمة وكانت مشاركتها رائعة لرنيم. ليكو شو حضرتني رنيم، رنيم حضرت هاي الصورة، شاب عن جد يعني مش معقول، أنا صرت خايف على حالي لحتى ينقوا لي أنه رجعوني سنين لورا. رنيم بدي أشكرك، رجعتيني سنين وسنين. بين هون شاب كتير صغير ومهضوم، يمكن ياخدوه بالـ LBC ليقدم يصير هيدا. عم تشوفوا هالصورة، عيون مدبوحين، منخار مرسوم، راس هيك. ومساء الخير فاضية، وهيدا شاب فيك تحكي معه هلا اذا بدك. توني بدي اقول لكم مساء الخير لكم اثنيناتكم، هلا مش عارفه مين بدي احكي انا، معك ولا معه؟ قلنا ثلاثتنا، لقلنا مع ثلاثتنا بدك تحكي. ليه ثلاثة؟ وجهي الحديث لثلاثتنا. ليه؟ انت وياها؟ اثنين ورنيم. رنيم كيفك رنيم؟ الا اذا رنيم منيحة قاعدة هون مبسوطة مرتاحة كثير، وهي حضرت هالصورة رسمتها كل هالنهار، بقى أنا بدي أشكرها من كل قلبي. رح خلي الصورة مع رنيم، رح خليها معها لحتى من وقت للتاني زدت نظرة لهون وشوف كيف معقول أنا أكون يعني أرجع بالماضي لورا. فإذا فاضية بتحبي تمسي الخير المشاهدين، بتتمني لهم مثل كل يوم شهر مبارك، وتحكي لهم كمان عن الهدايا والجوائز اللي ممكن أن يربحوها معك. أكيد توني، بدي أقول أكيد حأرجع بعد شوي لعندكم اثنيناتكم لاثنين توني، لأنه هي السهرة طويلة، أنا مع واحد مش مخلصة، فكيف إذا كان في اثنين بالحلقة. بدنا نقول ثانك يو لرنيم، بدي أقول مساء الخير لكل المشاهدين اللي رح يتابعونا هلا، وأكيد مساء الخير لكل الحضور الموجود ببيروت سوق. مثل العادة تتعرفوا إنه برنامج ناقشيت بقدم لكم جوائز عديدة، مثل ما قال توني الحرزانة صارت بين 30,000 دولار وال 35,000، إن شاء الله يكون هذا حظه حلو الليلة وتنقش معه، أكيد بالإضافة لسيارات ولمجوهرات من بقدمها، مجوهرات صغيب، ساعات وليرات ذهب، بالإضافة لكتير كتير 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 جوائز كلها لإلكم، ما في شيء رح يكون لإلنا. رح نبلش أول لعبة من عن توني من بيروت سوق. شكرا لإلك فاضية، شكرا لإلك. هول عم نشوفهم قدامنا، الرقم يلي هو 24,283 دولار امبارح، من ربح من مشترك كان هون اسمه جيسون ما ربح، رجعت انتقلت لمشترك باخر الحلقه، كانت صارت الجوائز يلي عم نزيدها. بذكركم الجوائز مش بس هون يلي عم يخسروها، نحن كمان بالبرنامج عم نزيد جوائز. ثاني جائزه كانت ب 26,644 دولار، اتصال من صبيه اسمها فتات، كمان ما ربحتها اليوم علامة استفهام، يعني رح تكون الهدية أكثر، رح تكون الجائزة أكبر، رح يكون في مشاركة للموجودين هون أكثر. أنتم المشاهدين فيكم تتصلوا على 1373 أو تبعتوا اس ام اس على 1391، واحد منكم ممكن إنه يربح جائزة حرزانة يلي هي حرزانة كثير. تابعوا معنا الحلقة، كملوا معنا مين رح يربح حرزانة ونحتفل نحن وياه اليوم. ببداية الحلقة نستقبل أول مشترك يلي رح يشارك معنا بالبرنامج مع اول مسابقه. مساء الخير. اهلا وسهلا، شو الاسم الكريم؟ عبد عيسى. عبد من وين؟ من بيروت. اهلا وسهلا فيك وباهل بيروت، رمضان كريم لاهل بيروت ولكل اللي عم يتابعونا بلبنان وشايفيننا كمان بالعالم عبر شاشه الـ LBC. عبد، عاده حظك منيح بالحياه؟ عاده ما مجرب ولا مره هيك، ولا مره ولا مشترك يعني ببرنامج هيك مسابقات اولا، يعني هيدا شرف لالي كبير والنا كمان. اهلا وسهلا فيك عبد، رح نكون احنا وياك مع اول، تفضل رجع شوي لو سمحت هيك، عندنا عم نشوف خزنه قدامنا عبد، نعم. هيدي الخزنه اللي فيها ست احتمالات، أوكي. عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بكل احتمال عندك خمس أرقام، على الشاشة قدامك رح تشوف الشاشة يلي بوجهك أي رقم تختار، بنشوف إذا إلهامك مزبوط. يا عبد
رح يكون في إلك ليرة ذهب من مجوهرة صغيب وساعة قيمة كتير Z1 سويسرية الصنع. تقريبا الهدايا اللي بالخزنة هن بقيمة $2000. من إلك مبروك يا عبد إن شاء الله. أي رقم تختار؟ 1، 2، 3، 4، 5، أو 6؟ يلا عبد. 1. رقم 1 نمبر 1. أنت بتكون تحب تكون نمبر 1. بحب. بتمنى لك من كل قلبنا نمبر 1. رح نجرب 5-1. إذا فتحت من إلك مبروك لإلك يا عبد ليرة ذهب مجوهرة غيب وساعة بقيمة $2000. Yeah. 1، 2، 3، 4، 5. واحد شو عم تقدم لي الميكرو؟ ممنونك. الواحد ما بيفتحه يا عبد. أهلا وسهلا فيك. شكرا لإلك. عبد بدي أقول للمشاهدين إنه الواحد راح الاحتمال من قدامكم، بس بعد شوي رح يصير في سحب للخزنة كمان عندكم بقية الأرقام والاحتمالات لحتى تعطيكم فرصة إنه تربحوا ليرة ذهب وساعة تقدمة مجوهرات غيب. رح نرجع لعند فادية ناخذ اتصال جديد ونشوف مين هالمتصل ومين المشترك ونتمنى له كل التوفيق. بعدنا مقلعين بحلقتنا ورح ناخذ أول اتصال. ألو؟ الو الو. ايه بونسوار، معك ريان حلاوه. كيفك ريان؟ ماشي الحال. رمضان كريم. وعليك. وين عم تحكينا؟ من بيروت. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك ريان. رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشه، بدك تختاري رقم بين 31. اي رقم بتختاري ريان؟ 10. رقم 10. رح نشوف رقم 10 شو مخبي لك اي لعبه. كثير هينين مثل ما عم تعرفي يا ريان، كثير هينين الالعاب. يلا كتير سهلين. يلا رح نشوف. صحح المثل. اوكي. كتير هينة. ركزي، بس تشيل ايدك من تمه ببطل يبلعك، ببطل يعرفك او يخنقك. بس تشيل ايدك من تمه. بلش الوقت. بس تشيل ايدك من تمه ببطل يبلعك، يعرفك او يخنقك. هيدي يعني إذا حدا يعرفك أو ليك أو لي. إيه أكيد. يلا لا منشوف إذا كان جوابك مزبوط. يعرفك. هلا مزبوط. مزبوط يا ريان، مزبوط جوابك. ربحت معنا تقلك شو الجائزة؟ كاسبر أند جامبينيز بقدم لك غدا أو عشاء لشخصين، فيك تروح أنت وصاحبتك، أختك، أمك، بيك، صاحبك، خيك، اللي بدك إياه أو جوزك. عندكم عزيم لغدا أو لعشاء لشخصين من كاسبر أند جامبينيز، وكمان فيسز بقدموا لك فاوتشر بقيمة $100. ألف مبروك يا ريان. رح نرجع عند توني على سوق بيروت ونكمل معه حلقتنا. شكرا لك فادية عودي من بيروت سوق مع الجمهور الرائع اللي موجود معنا مباشرة من وسط بيروت. بتذكر كل المشاهدين انه احنا متابعين معكم ومكملين نهار الاحد بوسط بيروت ببيروت سوق. ما بعدها رح ننتقل لصيدا، بتحبوا تجوا بكره لحتى تكونوا معنا كمان نهار السبت كتار لتشتركوا، يكون عندكم فرصه كتير كبيره. المشاهدين بدي ارجع اذكركم انه الهديه امبارح او الجايزه الحرزانه يلي كانت ب 26646 من ربحت اليوم قد ايه رح تصير؟ هدايا عم تنضاف عليهم، واحد من المشتركين، واحد منكم المتصلين، ما تتاخروا تبعتوا اس ام اس على 1391 او تتصلوا على 1373 لحتى تزيد فرصكم وتشاركوا معنا وتربحوا هالجائزه الكبيره. منهم سياره تقدمه ال بي سي موديل 2012 كامل التجهيزات. رح نستقبل بهالوقت مشترك جديد معنا. اهلا وسهلا. مشترك جديد موجود معنا ببيروت سوق. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا، تفضل. تجي هيك شوي لو سمحت. اهلا وسهلا، اسم الكريم. اسعد السطن. قرب شوي الميكرو. اسعد السطن. حسن. اسعد. اسعد. تعار السطن. العائلة. تعار السطن. اسعد من وين؟ من دير الزور سوريا. اهلا وسهلا فيك وباهل سوريا. اسعد رح نكون نحن وياك مع هلا لعبه، بتختار رقم من 1 لـ 30، بنشوف اي رقم وشو هي اللعبه لحتى نشوف ان شاء الله انك تربح ونقول لك رمضان كريم. اي رقم تختار من 1 لـ 30 اسعد؟ من 1 لـ 30. 23. 23. اسعد بيختار 23. تقرب الميكرو لو سمحت هيك لنصير نسمعك مزبوط. قرب على رقم 23. شو مخبي لك رقم 23 يا اسعد؟ بتمنى لك كل التوفيق. اسعد رقم 23 اللعبه اسمها صيب سعره. انت بتصيب منيح والله. تعرف انت يعني شو يعني هيك هيك, هيك. يعني تعرف انت. اسعد حضر حالك، رجع لورا شوي لو سمحت. عندنا كل هالاغراض يلي موجودين هون، هالاغراض نتمنى انك تصيب سعرهم. اذا بتصيب سعرهم بنقول لك مبروك لك وبتربحهم ان شاء الله. اول غرض يا اسعد، بعد شوي رح نعمل تشوف اذا بتقدر سعره. مقدم من عزة دعوق مجموعه كراتين 1000 ملم، مجموعه مهمه كثير عزة دعوق، المكان اللي بتلاقي فيه تشكيل كثير كبيره عند عزة دعوق. نعم. الهديه الثانيه قيمه كثير من بيروت سوق من فيكتوريا كازال
ورح يكون كمان ميك اب فور ايفر مقدم هديه قيمه للاوتو ميك اب من ميك اب فور ايفر ليتعلموا يعملوا ميك اب لحالهم. الهديه الثالثه عم نشوفها يلي موجوده هون هي من ايش تي، المكان المميز يلي هو ايش تي والرائع والمزوي كثير، مقدم لها هدايا كمان ايش تي. بالاضافه لهالهديه من ايش تي في عنا يلي هن بيجوا على، اذا بدكم تجوا لهون على بيروت سوق بتلعبوا الاكس بوكس 360 وبي اس 3 هيدي بلاي ستيشن لاونج. اوكي ممكن انكم تربحوا مقدمين من بلاكد ان ان شاء الله. رح نكون جاهز اسعد؟ نعم. قديش جاهز؟ نعم كثير ولا شوي؟ لا كثير ان شاء الله. يلا رح نبلش احنا وياك هالهديه من عز الدعوق 30 ثانيه بنمشي احنا وياك يا اسعد. من سوريا $150 او $163؟ $150. $150 مبروك لك، كراتين مقدمين من عز الدعوق. الثانية هدية قيمة من فيكتوريا كازال، برأيك حقها مع الهدية الثانية مقدمة من ميك اب فور ايفر $160 او $153؟ $153. $160 هيدي ما بتربحها اسعد. الهدية الثالثة اللي هي من ايش تي وعندك كمان من بلاكد ان ببيروت سوق $190 او $175؟ $190. $190 مبروك اسعد. حياك الله يا طوني. كثير منيح يا اسعد. في عندنا بس الهدية يلي هي هون هيدي بتروح لحتى تكون مع لعبة حرزانة، والباقيين بعد شوي بنبارك لك وبنقول لك بتستلمهم وبنقول لك ألف مبروك. رمضان كريم. بعد الإعلام نتابع احنا وياكم نقشة، ما تنسوا المشاهدين تتصلوا وتبعتوا اس ام اس لأنه في الهدية الحرزانة اليوم يلي صارت بين $25,000 و $35,000 ممكن تكون لكم المشاهدين. تابعونا ببرنامج نقشة بعد الإعلام. رجعنا بعد البريك ومكملين حلقه الليله من نقشيت. مثل ما قلت لكم اتصلوا فينا او ابعثوا لنا اس ام اس على الارقام عم تشوفوها قدامكم على الشاشه، ونحن بانتظاركم حتى نربحكم كثير 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 جوائز لكم. رح اخذ اتصال جديد. الو 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 مساء الخير. مساء النور. مين عم يحكي؟ خالد. خالد من وين؟ من حاره الناعمه. وين حاره الناعمه؟ حد خالده. اه اوكي خالد، رح بتشوف قدامك التابلو على الشاشة، بدك تختار رقم بين 31، أي رقم بتختار؟ 23. يلا رح نشوف 23 أي لعبة يا خالد، وإن شاء الله يكون حظك حلو. شو تغير؟ حضرنا قبل بوقت، إيه؟ بتعرف لعبة شو تغير؟ يلا شو تغير؟ مثل العادي رح بتشوف صورة، رح بتشوف هلا صورة للفنانة ورد الخال، الصورة الأصلية، وبترجع بتشوف الصورة الثانية صورة التقليد، بدك تقلي شو تغير بين أول صورة وثاني صورة. أوكي. يلا رح بحطوا لك الشباب أول صورة. ركز منيح. هيدي الصورة الأصلية. هلا رح يحطوا لك الصورة الثانية وبدك تقلي شو تغير بين أول صورة وثاني صورة. أوكي؟ يلا هيدي الثانية. شو تغير يا خالد؟ الحلق. الحلق، أنت أكيد من جوابك؟ إيه. يلا رح منشوف، رح منشوف إذا كان جوابك مظبوط يا خالد. مظبوط يا خالد، الحلقات هن اللي تغيروا بين أول صورة وتاني صورة. ألف مبروك، بتربح من صالون جو رعد مزين المشاهير هير كات وبلاس براشينج، يعني قصة وسشوار. إيه. أوكي؟ أوكي. هاي بتقدمها لأختك أو بتقدمها للماما. هيدي الكادو لك وانت حر اللي بدك كيفك تعمله. اوكي. اوكي الف مبروك يا خالد. رح نرجع لعند توني. شكرا شكرا لك فاديا. لك جو كيف هون الجو؟ روعة. هالجمهور يلي موجودين هون يلي متمنى انه اكثر عدد منهم انه يشاركوا، بدي اذكر بس المشاهدين وقلكم انه بسحب القرعة عم بيصير بالنسبة للمشتركين اللي عم تشوفوهم فوق عم بيشاركوا بالألعاب، بنصير سحب القرعة بيطلعوا لحتى يشاركوا معي ويربحوا، بتمنى إنه يربحوا. بعد شوي مشاهدين رح يكون بسحب للعبة حرزانة بين $25,000 و $35,000، مين رح يربحها لحتى نحتفل نحن وياه؟ واحد من الموجودين هون أو حدا منكم أنتم المشاهدين يلي عم بيتصل هلا وعم تبعتوا اس ام اس على 1391 وكمان على 1373، قرب توني قرب. ها ها ها. باول باول. مكملين نحن وياكم
لحتى نكون مع مشترك جديد موجود معنا ببيروت سوق. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا، عارفين حالك؟ ماريا عبد الكريم. ماريا من وين؟ من بالونه. اهلا وسهلا بماريا وهالضحكه الحلوه وهالهيك العيون الحلوين، بتمنى انك تربحي ماريا. ان شاء الله. ماريا رح نكون احنا وياكي مع اللعبه اللي هي الخزنه هون. هالخزنه اللي فيها من مجوهرات صغيره، بترجع هيك شوي لو سمحتي. بترجعي هيك بتروح. هيك هيك. اوكي. ماريا عندك هذه الخزنة اللي هون فيها ليرة ذهب انجليزية من مجوهرات غيب وساعة زد 1 سويسرية الصنع بقيمة 1500 دولار، يعني بيكونوا 2000 دولار، بنتمنى يكونوا لإلك. قبل شوي كان طلع مشترك معنا يلي اشترك يلي اسمه عبد ونقل الأرقام اللي هني واحد، بقى عندك بعد خمس احتمالات وكل احتمال فيه خمس أرقام. اثنين ثلاثة أربعة خمسة أو ستة. بتمنى انك تربحي ونقول لك مبروك وهديه قيمه من مجوهرات صغيب لماريا. اي رقم تختاري يا ماريا؟ اي ستة. احتمال ستات تختاري الستات. اذا ربحتي بيكونوا لك، اذا لا بيكون فرصه عندهم المشاهدين او حدا من الموجودين هون انه يربحوا. ستات، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. ماريا حلوة يا ماريا، زافة كتير كبيرة. مبروك ماريا، مبروك. الستات ليرة الذهب عم نشوف، عم نشوف كمان ساعة كتير حلوة ومزوقة من مجوهرات صغيب. عم نشوف الجلد لونه زهر كتير حلو. ولبقت لك فرجين ماريا، لبقت لك هاي كتير. ايه هيدي لألك تفضلي، وهيدي كمان لألك. زافة كتير كبيرة لماريا، شكرا لألك. أهلا وسهلا فيكي ماريا، تفضلي ماريا. ربحت هالهدية القيمة، عندكم فرصة المشاهدين انه تربحوا. عم نشوف من مجوهرات صغيب هدية بتقريبا 2000 دولار، لحد هلا فوق ال 50,000 دولار مقدم هدية من ال بي سي خلال شهر رمضان المبارك. واليوم اليوم في نحن موجودين ببيروت سوق، واحد رح يطلع من الجمهور يلي موجود هون ممكن انه يربح حرزانة ما بعرف قديش صارت فوق ال 25,000 دولار، او واحد منكم انتم المشاهدين باخر الحلقه في يربح اذا اتصلتوا وبعثتوا اس ام اس على 1391 او على 1373. مكملين احنا وياكم من بيروت سوق مباشره. مشترك جديد، اهلا وسهلا، تفضلي. مساء الخير. بونسوار. اهلا وسهلا فيكي، شو الاسم الكريم؟ لينا نهره. لينا نهره، من وين لينا؟ من صربه. من صربه، اهلا وسهلا فيكي وبعد صربه. لينا جاهزه مشتركه قبل شيء ببرنامج مسابقات؟ لا هي اول مره. وهلا معطوني حلوه المشاركه. ايه ما بها شيء. لينا رح تختاري رقم من 1 ل 30، اي رقم بتختاري لحتى نشوف شو هي اللعبه، شو مخبي لك هديه، نقول لك مبروك مثل ما قلنا لماريا كمان هديه قيمه ب 2000 دولار. من 1 ل 30 لينا اي رقم تختاري؟ 10. رقم 10، بتحبي هذا الرقم؟ ايه حلو. حلو الرقم. حلو. بالعيلة بحبوه جوزك وولادك؟ ابني بحب الرقم 10. ابنك يعني جوزك؟ ما شو بدنا فيه، شو بدنا فيه. اللعبة اللي هي شعر، كيفك بالكلام الحلو لينا؟ جوزك على طول بتقولي له شعر؟ ايه بتقولي له شعر لجوزك؟ بقول له كلام حلو. بتقولي له كلام حلو؟ حلو حلو كثير كثير حلو كثير كثير. لينا رح نشوف نحن وياكي اربع كلمات هلا. بدي اقول لك بحال ربحتي الشعر قلتي لنا كم كلمة حلوة، يعني يمكن الكلمات يكونوا هيك لجوزك بينقالوا بطريقة حلوة، رح يكون في لك هدية قيمة من سيلولر باور. سيلولر باور موجود بالأبسيت باي بأنطلياس، المكان المميز بالسيلولر والمنوع كثير، عنده تشكيلة كثير كبيرة، وأهم شيء الخدمة والمعاملة لزبون عند سيلولر باور. والهدية هي سامسونج جالاكسي ميني، في مواصفات كثير هالموبايل الحلو كثير. أربع كلمات يا لينا لإلك لحتى نشوف إذا بتربحي بالشعر. هن أول كلمة تمثال. نعم. يعني في أعمل لك تمثال. تاني كلمة جبال. بهد عليك جبال بس مش هول، بدك أنت تألفي. جبال. جبال. مش جبال. مش جبال. إيه لا، بدك تخلصي منه تبعتي على جبال أنت. إيه. تالت كلمة هي حبال. ورابع كلمة مجال. مجال. حلوين الكلمات، تمثال، جبال، حبال، مجال، بدنا مش كلمة هيك، بدك تمثال، لا، جملة. بلشي بتمثال. حطيت لك تمثال لإله لجوزي؟ ايه ايه و رح شو قلتي له؟ حطيت لك تمثال. حطيت لك تمثال. ايه حطيت لك تمثال. ايه تزينه جبال بعدين تزينه و بجبل لبنان. مش جبال، بجبل لبنان. فينا نستعمل جبال لبنان؟ بجبال لبنان. ايه اوكي، تمثال لنزينه بجبال لبنان. حبال معلقني بحبال الهواء. ايه هيك شيء. لا لا اوكي مش هي.
حبال ثبته بحبال القلب ال يا لطيف فينا ما نكمل اخر كلمه لانه هذا حبال ال... حبال الهواء ومجال واذا في مجال تحل عني واذا في مجال يكون له محل بلبنان مين هو التمثال التمثال منيحه اوكي لا باردون لا لا يعني إيه؟ لان مش انا مش هالقد مخيلتي واسعه على اساس تمثال خلصنا منه انت رجعتي له اذا في مجال نحط التمثال إيه؟ تمثال بلبنان ليكون النقش مزبوط مزبوط بالشعر. جوزك لانه هيك شيء مش ضروري لجوزي حلو كثير لينا مبروك لك تربحي من سيلولر باور بتربحي سامسونج جالكسي ميني شكرا لك اهلا وسهلا فيكي لينا رح نرجع نحن وياكم لحتى نتابع مع فاديا ونكون مع متصل جديد ونتابع بعد شوي مع هدايا قيمة كتير وما تنسوا المشاهدين بعد شوي حرزانة فوق ال 25 ألف دولار بدنا نقول لها مبروك لينا على الشعر الحلو ومكملين حلقتنا مع اتصال جديد ألو 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 بونسوار ألو 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 عبد الستار ان شاء الله تكون قلت اسمك مزبوط عبد الستار وينك الو مؤمن عبد الستار راح مؤمن مساء الخير يا مؤمن يمكن قد ما في كثير اتصالات عنا بالاستوديو عم يفوتوا ببعضهم مؤمن الو مساء الخير الو بونسوار مين عم يحكي سليمان؟ كيفك يا سليمان؟ ماشي الحال انا ولا مش انا هلا مين عم يحكي؟ ايه سليمان سليمان بلا سليمان لا مزبوطة سليمان بدي اعزك بس وطي شوي صوت التلفزيون وركز معنا حتى يكون حظك حلو وتنقش الليلة يلا سليمان رح بتشوف قدامك التابلو على الشاشة بدك تختار رقم بين 31 أي رقم تختار يا سليمان رقم 11 11 يلا 11 شو مخبي لك رقم 11 ضايعة بعدها ضايعة يا سليمان هلا منلاقيها يلا هلا منلاقيها ضايعه صرت تعرفي كثير منيح رح ارجع افسر لك رح نسمعك غنيه وفي كلمه ضايعه يلي يعني رح تمرق الغنيه في كلمه ما حتمرق ضايعه هاي هي الضايعه بدك تعرف شو هي بدك تحذر الكلمه انت جاهز؟ اوكي جاهز يلا ركز كثير منيح اهلك ما بالدنيا بيك عم يتحداني يلا والمرض علي ليلي عشيه رضي ومارضي علي بلش الوقت يا سليمان خطيف الليلة عشيه بدك تروح خطيفة يعني خلاص؟ اكيد انا اخذت خطيف والله هي شوف اذا كان مضبوطة اهلك ما بالدنيا بيك عم يتحداني اهلك ما بالدنيا بيك عم يتحداني رضي ومارضي علي خطيف الليل عشيه رضي ومارضي علي خطيف الليل عشيه ترين الساعة 8 8 ايه هي اي ساعة نطرتك يا سليمان اي ساعة كانت الخطيفة على الساعة 6 على الساعة 6 هلا هون فرقت ساعتين معه ألف مبروك يا سليمان سلمنا على مرتك سليمان ربحت معنا لأنه الغنية كانت ضابطة ربحت معنا عند مايك سبور سبورتس شوز اسبادري ألف مبروك يا سليمان هيك إذا في مرة تانية عندك شيء تلبسه الاسبادري وسريعا يلا مشاهدينا ما تروحوا لمطرح رح توقف مع بريك قصير وبنرجع منكمل مع نقشت عودي نحن وياكم لبرنامج نقشت مباشرة من بيروت سوق مباشرة من وسط بيروت مع الجمهور يلي موجود بيناتنا هون بدي اذكركم المشاهدين باقيين هون ببيروت سوق للاحد اذا حابين تجوا بكره وبعد بكره اهلا وسهلا فيكم هدايا قيمه كثير عم تتوزع عليكم تنين رح نكون نحن وياكم بصيدا بدي اذكركم المشاهدين بعد شوي رح تكون حرزانه
واحد من الموجودين هون ببيروت سوق رح يطلع، رح يوقف بوجهي، رح نكون على اعصابنا لانه رح يكون في 30 ثانية اذا بيصيب السعر يلي هو صار فوق ال 25000 دولار بيربح، وبنقول له مبروك وبنحتفل. اذا لا واحد لكم المشاهدين بتكون حرزاني بالاخر، ممكن انه تربحوها اذا اتصلتوا على الارقام يلي عم تمرق باسفل الشاشه وقدرتوا بعدين الرقم الصحيح، الكمبيوتر بيختاركم بطريقه عشوائيه وبتطلعوا معي على اتصال وان شاء الله انه بتربحوا. رح نكون نحن وياكم مع مشترك جديد، اهلا وسهلا تفضلي. لعبة جديدة ومشترك جديد، مساء الخير. بونسوار. اهلا وسهلا بونسوارين، شو الاسم الكريم؟ شارلوت التيف. شارلوت من وين؟ من مجد العقورة. اهلا وسهلا فيكي وبجي والعقورة، ونحن في ناس بنعزهم كثير من هون بيكونوا عم يشوفوكي كمان، بنسلم عليهم. شارلوت أي رقم تختاري من 1 ل 30 لنشوف اللعبة يلي رح تشاركي فيها؟ 27. رقم 27، بنشوف شارلوت شو مخبي لك تحت الرقم 27. لكون طلع الرقم 27 بعد شوي رح نكون مع لعبة حرزاني، مشاهدين تابعونا رح تنربح يمكن الهدية الكبيرة. رقم 27 هي صيب سعرها. كيفك شارلوت عادة بالأسعار منيحة؟ إجمالاً بتصيب إن شاء الله اليوم، بتصيب إن شاء الله تصيبي وتكون المحل المناسب لإلك ببرنامج ناقشت لحتى تروحي محملة بالهدايا على البيت. شارلوت أول شيء بالنسبة للأغراض اللي عم نشوفهم قدامنا، في عنا من نومينيشن هالماركة الرائعة، عنا إسوارة كامبانيولو من الجلد الطبيعي لون بيج والأحجار الكريمة الملونة، فإذا ماركتها كامبانيولو. في عنا كمان هدايا قيمة مقدمة من جيست جولري، في عنا مثل بورتوكلي أو كي هولدر، وعنا حلق وهدايا قيمة عم تكون من جيست جولري. من سي أند إف عنا دوبون بلان، عم نشوف قدامنا دوبون بلان، هيدي بتمنى إنه تكون لإلك وتربحيهم كلهم سوا، تربحيهم تاخذيهم لإلك تهديهم لحدا مثل ما أنت بدي. حاضرة؟ حاضرة. جاهزين؟ شارلوت رح نكون نحن وياكي بنص دقيقة. أول شيء من نومينيشن كامبانيولو هالأسوار الرائعة لون بيج، برأيك حقها 117 دولار أو 129 دولار؟ 129. 129، مبروك شارلوت. أوكي. الثانية اللي عم نشوف هدايا قيمة من جاس جولري، برأيك حقه 125 دولار أو 120 دولار؟ 125. 125، هني 120. معلش شارلوت رح نكون نحن وياكي مع آخر هدية يلي هي مميزة عم نشوفها هون من دوبون بلان، عم نشوفها من سي اند اف مقدمه، برايك حقها 77 او 82 دولار؟ 82 دولار. 77. شارلوت هيدي التربحيه اللي هي من نومينيشن، بقول لك مبروك لك، اهلا وسهلا فيك، شكرا لك شارلوت، سلمي على اهل العقوره، اهلا وسهلا. رح نكون مع مشترك مشاهدين يلي رح نكون هلا نحن وياه بحرزاني، نستقبله الجمهور كله ناطر، مشاهدين صار لكم كذا يوم ناطرين لحتى نشوف مشترك يمكن يكون هالمشترك اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه هو يلي عم بيربح. وصلنا لحرزانه امبارح 26644 من ربحت، نضاف الاشياء يلي ما ربحت بالالعاب، ونحن كمان بالبرنامج وبالاعداد عم نضيف هدايا. قد ايه الرقم يلي رح يصيبه هالشخص يلي موجود قدامنا؟ بنتعرف عليك، شو الاسم الكريم؟ جورج ايلو. جورج ايلو. جورج من وين؟ اشرفيه. اهلا وسهلا فيك جورج، باهل الاشرفيه، سلام لكل اللي عم يحضرونا بالاشرفيه، بتمنى لك كل التوفيق يا جورج. بتعرف بالنسبه لهاللعبه اللي اسمها حرزانه، بس لو سمحت جورج مع المشاهدين بشكل سريع قل لهم انه مقدم هدايا قيمه كثير صارت من سبينيز، مقدم هدايا من جاليري شالام بجعيطة البضاعه والاغراض الايطاليه 100%، مقدم من ريتيلو بيوريلو، مقدم من كاسبر اند جامبيني، مقدم من اوليفر روس من اتاميان، في عندك هوليداي ان كوماكو، ديجيتال فريم من كوداك، عندك جيس واتش ساعة من جيس، شو افنيو، حلاق اوبتيشن، ماريا جالان مغربي، اوبتيكال، مايك سبور، سي اند اف، سيلكور، سانسز كلوب اند سبا، عندك هدايا زيادة فاكيوم كلينر من ريتيلو كمان قيم كثير، هوليداي افطار بالهوليداي ان دون، نومينيشن فيرلا واولمبوس، كاميرا بتصور تحت المي، بالاضافة للسيارة موديل 2012 تقدمة ال بي سي كاملة التجهيزات. جورج ايلو نتمنى انك تربح يا جورج، نحتفل نحن وياك، بحال ربحت بيكونوا كل الاغراض لك، بحال ما ربحت المشاهدين واحد منكم باخر الحلقه بناخذ اتصال ممكن انه هو يربح. جورج رح نكون نحن وياك الوقت يلي هو 30 ثانيه، بهالوقت يا جورج بتمنى انه تكون سريع، بتمنى على الموجودين الحاضرين هون شويه هدوء لحتى يعطوك تركيز، بعدين بتمنى عليك تقول الرقم كله سوا، يعني مثلا 22130 22540، ما بدنا نقول 540 630. اوكي جورج؟ اوكي جورج ايلو من الاشرفيه
رح نكون نحن وياك مع اللعبة يلي هي هلأ وهي لعبة حرزينة. جورج أيلو موجود معنا بسوق بيروت، ممكن يربح هدية ما بعرف قديش توصل، 30,000 أقل أكثر ما بعرف. جورج 30 ثانية، أعطيني رقم بين 20,000 دولار و 35,000 دولار. 30,000 أقل. 27,000 أكثر. 27,700 أقل. 27,600 أقل. 27,500 أقل. 27,400 أقل. 27,300 أكثر. 27,350 أكثر. 27,370 أكثر. 27,800 أقل. 27,075 27,300 كنت. 27,375 أكثر. 27,380 أكثر. 27,382 أكثر. 27,385 أكثر. 27,388 الوقت بيخلص، الوقت خلص، الوقت خلص، الوقت. جورج كتير 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 قربت عن جد، بتزعل. رح لك ليه، لأنه الرقم هو 27,397. لوين وصلت يا جورج أنت؟ وصلت على 27,400 ورجعت نزلت على 80 83 وكنت ماشي كتير منيح، بس علقت على وحدة ضليت معلق عليها يمكن أكثر من 7 ثواني. جورج الرقم يمكن كل يلي موجودين هون زعلوا، المشاهدين كمان، 27,397 دولار ما بيربحها جورج أيلو. ممكن واحد منكم انتم المشاهدين يربحها اذا بتتصلوا على الارقام اللي عم تمروا اسفل الشاشه، تبعتوا اس ام اس على 1391 او 1373. الرقم رح يكبر، رح ينزيد هدايا. نعتذر منك يا جورج، بنتاسف وبنشعر معك. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك جورج. زقفه كبيره لجورج أيلو. الرقم يلي ما انربح، مشاهدين باخر الحلقه رح ناخذ اتصال، بنتمنى وان شاء الله واحد منكم انه يربح هالهديه القيمه يلي هي بحرزانه. بهالوقت بنرجع لعند فاديا لتكون مع لعبه جديده. بدي اقول له هارد لك يا جورج، صراحه كلنا هون زعلنا بالاستوديو لانه كان كثير قريب حتى يعرف رقم ويحذر ويربح الحرزانه. اكيد بقى في تشانس باخر الحلقه، بدي اقول لكم اكيد اتصلوا فينا وابعثوا لنا اس ام اس، وان شاء الله واحد منكم الليله يكون حظه حلو وتنقش معه ويربح الحرزانه. رح اخذ اتصال جديد. الو 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 بونسوار. بونسوار، مين عم نحكي معك؟ رشا عيسى. من وين رشا؟ من شحيم. رمضان كريم يا رشا. ميرسي، نعاد عليكو. ثانك يو رشا. رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشه، بدك تختاري رقم بين 1 و30. 4. رقم 4. رح نشوف رقم 4. شو بتقولي رقم 4؟ شو مخبالك؟ أي لعبة؟ ما بعرف والله. غنية. كيفك أنت والأغاني؟ ماشي الحال. ماشي الحال؟ يلا ركزي كتير منيح، رح نسمع أنا وياك لحن للغنية وبدك تعرفي أكيد الجواب هو إنه شو اسم الغنية. أوكي ركزي كتير منيح. عرفتيها؟ لا ما عرفتيها؟ لحظة حطي لك اياها بعد مرة، بعد معك 10 ثواني. يوم بكرة بعد بكرة. أنا عرفتها حتى، شباب عرفوها بالاستديو. شو يا رشا؟ ما في احتمالات؟ ما في احتمالات، بس هي الغنية منا جديدة، غنية قديمة. إيه؟ لو بتكفي شوي بعرفها بس ما بعرف. هي بكرة. بكرة بكرة شو؟ بكرة السبت. بكرة يوم الجمعة. بكرة شو؟ يلا عم جرب ساعدك. طب اعطينا احتمالات، لانه لو بتكفوني في شيء بيبرم بكرة. في شيء بيبرم دولابي. بكرة بيبرم دولابي، هيك بتقولي؟ بفلوا كل احبابي. مضبوطة هيدي الغنية. يلا رح نشوف اذا الغنية. مضبوطة شباب الغنية. وما بضل من الأحباب
شو مش ظابطه هالغنيه بهالايام. رشا الغنيه مزبوط، هلا انا اكيد ساعدتك وانت كنت كمان ذكرتيها. الف مبروك يا رشا، تربح من سيلكور فاوتشر بقيمه 100 دولار. الف مبروك يا رشا. رح ناخذ اتصال جديد. الو 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 بونسوار. بونسوار، كيفك وداد؟ سافا ماشي الحال. وين عم تحكيني؟ من أنطلياس. حدي ما كتير بعيدة. إيه. وداد يلا لازم الخزنة تفتح الليلة. أوكي؟ إذا أنا رد. يلا عنتوني فتحت الخزنة أول مرة، لازم عندي باستوديو تفتح تاني مرة. يلا رح بتشوفي الأرقام، رح بتشوفي التابلو تبع الأرقام. بدك تختاري رقم، شو بتقولي يا وداد؟ إذا فتحت الخزنة مجوهرات صغيرة بقدم لك ليرة ذهب إنجليزية بتكون لإلك. أي رقم تختاري وداد؟ كله في ينقل A B C D E F، بدي نقي واحد منهم. بدك تنقي رقم واحد منهم، مزبوط. أوكي. أنا بحب رقم الـ A لأنه بعز علي كتير، فالآخ خمسة. يعني خمس وحدات، خمسة. إيه نعم. يلا إن شاء الله يا وداد تفتح الخزنة ويكون مظبوط. ما الله بيريد. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لا وداد رقم خمس، خمس وحدات ما بتفتح الخزنة. بدي أعتذر منك يا وداد، بس أكيد رجعي جربي حظك مرة تانية. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك قصير وبنرجع لكم. عودي احنا وياكم لوسط بيروت مباشرة من بيروت سوق، مع ناس عم يشاركونا بهالمسابقات ببرنامج ناشط عبر شاشة الـ LBC. مباشرة عم نكون طيلة شهر رمضان المبارك، نتمنى كله خير وصحة واليمن والبركة لكم عم تشاهدونا بلبنان، كل المشاهدين وبالعالم عبر شاشة الـ LBC. رح نكون احنا وياكم نكمل. قبل شوي برجع بذكركم، جورج ايلو من الأشرفية اشترك بلعبة حرزانة كانت أكثر من 27,000 دولار، قرب كثير ما ربحها. واحد منكم المشاهدين الكمبيوتر رح يسحب باخر الحلقه لحتى نشوف مين رح يشترك بحرزاني اللي صارت اكثر من 27,000 دولار. اذا بتتصلوا او بتبعتوا اس ام اس على الارقام اللي عم تمروا اسفل الشاشه. رح نكون هلا مع مشترك جديد، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. شو الاسم الكريم؟ عباس الفران. نعم عباس الفران. اهلين عباس، من وين؟ نبطيه. اهلا وسهلا فيك باهل النبطيه وباهل الجنوب. تسلم. جمهور كبير للجنوب هون. عراس. اهلا وسهلا فيك عباس. رح ننقي لكين رقم الواحد لـ30. عباس شو بتختار من الواحد لـ30؟ 13. رقم 13 الرقم بحبه عباس، ونتمنى انه يكون هالرقم خير لك انه تربح، ونشوف شو هي المسابقه يلي مشارك فيها يا عباس. رقم 13 يا عباس، اللعبه يلي هي صيب سعرها. اوكي منيح، بتصيب منيح عباس؟ طيب ان شاء الله. ان شاء الله صيب سعرها. عنا اياهم كل هالغراض يلي موجودين هون. اول شيء عنا من مغربي اوبتيكال، عم شوف هالنظارات الشمسيه يلي هن حلوين كثير هون موجودين، ممكن يكونوا لك من مغربي اوبتيكال. عندك هون ساعه اوليفر روس من اتاميان، المكان المميز للساعات العالميه والماركات العالميه المميزه والرائعه كمان اوليفر روس. عندك هون من ماركت كون اير من كوماكو، عم نشوفها مميزه كثير هالهديه ورائعه. عم نشوف هون مكوى على البخار وكمان بتعقم و بتكون كثير منيحه بتملس البراده، يعني كمان في تياب وكل شيء ماركه عالميه كون اير. عم شوف هالمكوية على البخار، ممكن يكونوا لعباس بياخذهم على النبطيه وبينبسط فيه، وبنقول لك مبروك عباس. رح نبلش نحن وياك 30 ثانيه من الوقت من مغربي اوبتيكال. برايك هالعوينات نظارات حقهم 100 دولار او 115 دولار؟ 100 دولار. 100 دولار مبروك لك العوينات يا عباس. هديه ثانيه قيمه كثير حلوه كثير من اوليفر روس من اتاميان، برأيك حقها 205 دولار أو 215 دولار؟ 205. 205 215 عباس. هدية الثالثة اللي عم شوفها على البخار كون اير من كوماكو، رائعة هالهدية. 153 دولار أو 157؟ 153. 153 157. فإذا عباس النظارات هني إلك، بقية الأغراض
هني يلي بيروحوا بعدين على حرزيني لحتى يكونوا بحرزيني للمشاهدين، لحتى واحد منكم المشاهدين رح ناخذ اتصال بالاخر، ممكن واحد منكم يربح فوق 27000 دولار هديه قيمه. بنرجع لعند فاضيه لنكون مع لعبه جديده. مثل ما بتشوفوا الجو عن توني ببيروت سوق بطير العقل، وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله حدا منكم الليله يربح الحرزيني، لانه مثل ما قالكم توني الحرزيني وصلت ل 30000 دولار. معي اتصال جديد. الو بونسوار سهى. سهى 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 مساء الخير يا سهى. راحت سهى. احمد احمد الو مساء الخير احمد. مساء النور. بدي اعزبك احمد بس وطي شوي صوت التلفزيون تاسمعك منيح. اوكي. وبدك تختار رقم، رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشة. وين عم تحكينا أحمد؟ منصور. يلا أحمد إن شاء الله يكون حظك حلو وسلام خاص لكل أهل سور. رمضان علينا وعليك. الله يخليك. 21 21 يلا هيدا 21 21 الرقم إن شاء الله يكون حلو. صحح المثل منيح أنت والأمثال يعني. يلا هين كتير ركز. صاحبك العتيق ولا خيك الحديد الجديد او الحميد؟ شو بتقول؟ العتيق ولا خيك الجديد. او لك هيك ان شاء الله. يلا صاحبك العتيق ولا خيك الحديد الحميد الجديد. انت قلت الجديد احمد ما هيك؟ صحيح. رح نشوف اذا كان جوابك مزبوط. اوكي يلا جوابك مزبوط يا احمد، الف مبروك، طلعت شاطر بالامثال، قلت لك كثير هين. بتربح من عند لوكسيتان اون بروفانس فاوتشر، هو هذا المحل بيهتموا بالبشره وبالجسم وعطورات. الف مبروك يا احمد. رح نرجع على سوق بيروت لعند توني تنكمل لحلقتنا. شكرا لك فادي عودي مباشره من بيروت سوق. رح نكون مع مشترك جديد. مشاهدين بدي اذكركم باخر الحلقه بعد لهد هلا حرزيني، بعرف كلكم مشاهدين ناطرين ايام من ربحت حرزيني قبل شوي، كانت رح تنربح مع شخص موجود معنا، من ربحت زيد عليها صارت الهديه اكيد كبيره بين 20000 دولار و 35000 دولار، ممكن واحد منكم انتم المتصلين يربحها. بدي اقول لكم بالاخر الكمبيوتر رح يختار بشكل عشوائي اسم، بيطلع معنا اتصال على الهواء، بنتمنى له كل التوفيق. رح نكون احنا وياكم مع مشتركه جديده موجوده معنا ببيروت سوق. مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور. اهلا. شو الاسم الكريم؟ رندا المصري. اهلا وسهلا برندا، من وين حضرتك؟ بيروت. اهلا وسهلا فيك باهل بيروت، بنقول لك رمضان كريم لك ولعائلتك ولاهلك. ميرسي كثير. رندا اي رقم بتختاري من 1 ل 30؟ 17. رقم 17، رندا بتختار 17، بنشوف شو هي اللعبه، بنشوف شو هي بعدين الهديه، متمنى لك كل التوفيق يا رندا، والرقم مرسي. 17 مخبي لك تحته اللعبه يلي هي شعر. اوكي. اوكي دغري، يعني رندا جاهزه للشعر وبتكتبي عادة؟ لا بس بحب يعني خواطر يعني ماشي الحال شوي. طيب لكن الشعر بدي اقول لك اذا بتربحي هيدي الشعر بتعملي لنا هيك كم كلمه حلوين مركبين بقالب شعر، بتربحي من تيري ماجلر موجود هون بسوق بيروت هديه قيمه كثير، محفظه من الجلد من تيري ماجلر، بيكون لك اذا الاربع كلمات تستعمليهم بشكل حلو مناسب وموفق. والاربع كلمات يا رندا هن قبالك قبالك حالك مالك او مالك، ما فيك تستعملي اثنين بالك، يعني قبالك حالك مالك او مالك وبالك. منبلش قبالك بالك. قد ايه معنا وقت؟ قد ايه معك وقت؟ ما ثلاث ساعات ونص منيح. قبالك. قربي الميكرو لو سمحتي رندا. اوكي قبالك اول شيء. ايه رندا انت ايه كل ما قبالك كل ما قبالك كل ما تلق قبالك كل ما تلق قبالك. ايه حالك حالك بتضلك شايف حالك علي بتضلك شايف حالك علي. ايه يعني هيدي فيها شوي باردون يعني سوري فيها شوي هيك سم يعني. ايه كل ما تلق قبالك بتضلك شايف حالك. بعدين مالك وما الي وما الك غنى عن مالك. ما الي غنى عن مالك. ما إلي غنى عن مالك. ما إلي غنى عن مالك. وبالك اخ على بالك اخ اخ وبدي اعرف شو اللي شاغل لي بالك.
انت شاكه بشيء؟ ايه انت شاكه بشيء؟ لا. رندا مبروك لك هديه من تريلي ماجلر، هلا فريق الاعداد بيسلمك اياها. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكل يلي عم بيكونوا موجودين عم بيشاركوا معنا. بدي اذكركم المشاهدين بعد شوي رح نكون مع حرزاني من متصل رح يتابع معنا ويمكن انه يربع. تابعونا على شاشه ال بي سي ببرنامج ناقشت، ممكن بعد شوي ينربح جايزه كبيره بين 20,000 دولار و 35,000 دولار. بنرجع لعندك فاديا. الو توني؟ ايه الو؟ الو الو عم تسمعني؟ ايه الو عم بسمعك. الو كيفك؟ كيف الجو ببيروت؟ الو الحمد لله الجو كثير حلو بيروت. هلا لا شفتيني ما شفتيني قبل دخلك. الو ما بعرف انا بس عم جرب صوتي قلت الو. يعني توني ما رح خبر بس لو في خبر هون بالاستوديو توني شو كان عم ياكل قبل ما نوصل ونبلش الحلقة. خلص تركني ساكتة يا توني. عم باكل هم هم هون ما في غير شيء، قاعد وناطر هالمشتركين وعم نحضر حالنا وبس هيك. مزبوط شيء مبين منقوف انا على الهواء. مزبوط مزبوط صحتين. لو بتشوفوا توني شو اكل اليوم رح ضلني ساكتة واخذ اخر اتصال بحلقتنا لليلة. الو الو داني. نعم بونسوار. بونسوار كيفك؟ منيح. قد ايه عمرك؟ 11 سنة. من عم تحكيني داني؟ من سن الفيل. من سن الفيل، أنت مركز؟ نعم. يلا صرت تعرف كثير منيح إنه برنامجنا بحب يربح الكل وخاصة إلك يا داني لأنه أنت آخر متصل لليلة. رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشة، بدك تختار رقم، أي رقم بتختار يا داني؟ 9. ليه نقيت 9؟ خلقت فيه. خلقت فيه، يلا إن شاء الله يكون رقم 9 خير وتربح معنا، حلو أو مالح، كثير هينة. بتحب السمك؟ لا. لا؟ طيب يلا خلي حدا يساعدك. سمك مشوي، أوكي؟ إذا ماما بتشوي سمك، قلها لماما سمك مشوي 85 جرام. كم وحدة حرارية فيها؟ 136 أو 436؟ يلا داني بلشنا. 136. 136، مين عم بيساعدك؟ أمي. أمك، إلا بونسوار. رح شوف 136 إذا كان جوابك مزبوط. مزبوط يا داني، بنقول لها برافو للماما وبرافو لإلك، طلع جوابك مزبوط. سمك المشوي ال 85 جرام في 136 وحدة حرارية، الماما بتربح من عند بيوتي كونسبت فات ريدكشن وبلاس شيبينج. هن بقدموا لها سيشن، بقدموا لها باكج للفات ريدكشن اند شيبينج. مثل ما شفتوا مشاهدينا داني كان اخر متصل بحلقتنا لليله. ما تروحوا لمطرح الحرزينه وصلت ل 30,000 دولار، ان شاء الله تكون من نصيب واحد منكم. بعد شوي توني بيطلع عليكم بحرزينه، بعدين رح توقف مع بريك عليني. هلا وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا برنامج ناقشت، وهلا الختام رح يكون مهم كثير لانه رح ناخذ اتصال بعد شوي لحتى نحكي عن لعبه حرزاني يلي قبل شوي كانت من ربحت من المشتركين من عنا من هون. بتعرفوا المشاهدين من بدايه الحلقه قلت انه عم نعطي فرصتين كل يوم لانه كبرت كثير حرزاني وبدنا حدا منكم يربحها، واكيد واحد منكم رح يربحها من المشتركين او المشاهدين. هلا الفرصه رح تكون للمشاهد رقم 27,000 وكان وشي من ربح قبل شوي. هلا قديش صارت الهدية، قديش صار قيمتها لأنه عم نزيد هدايا عليها غير الهدايا اللي ما عم تنربح. رح نكون بعد شوي لكين مع اتصال ونكون مع لعبة حرزاني. بلعبة حرزاني اللي ناطرينها لهلا، بعرف كلكم المشاهدين ناطرين وكل الموجودين معنا هون، بنتمنى انه حدا يربحها، بنتمنى انه نحتفل برقم كثير كبير. اول شيء سياره تقدمه ال بي سي موديل 2012 كامل التجهيزات، بالاضافه لهدايا قيمه كثير من جاليري شالان جعيتا. في عندكم هدايا كثير مهمه كمان مقدمه من سبينيز، هودي من قبل صار لهم كذا يوم ما عم بينربحوا، تجمعوا لهلا من ريتيلو، من بيوريلو، عندنا كاسبر اند جامبيني، عندنا باين لاند ويك اند بباين لاند، اوليفر روس ساعة، ارماني سويم سوت من سوكس، هوليداي ان، تريمر من كوماكو، ديجيتال فريم كوداك، جيس ووتش، شو افنيو، عندنا حلاق اوبتيشن، ماريا جالان،
مغربي أوبتيكل. كل هالهدايا لا يمكن تكون للمتصل هلا بعد شوي. مايك سبور، سي اند اف، سيل كور، سنسز، كلوب اند سبا. عندنا فاكيوم كلينر من ريتيلو مهم كثير. عندنا هوليداي افطار بالهوليداي ان دون، نومينيشن هديتين فير لاولمبوس، ونزيد كمان من بواروج صار فيه هديتين كثير حلوين من جالوري بواروج جناح. رح ناخذ اتصال لحتى نكون نشوف اذا رح تنربع هالهديه القيمه اللي هي حرزاني باخر حلقتنا لليوم. الو مساء الخير. الو 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 مساء الخير، مين معنا؟ بهاء غانم. كيفك بهاء؟ من وين عم تحكينا؟ من الشوف. اهلا وسهلا فيك باهل الشوف وباهل الجبل يا بهاء، بتمنى لك كل التوفيق. وبقول لك يا بهاء رح يكون عندك الوقت لحتى تقدر قدير رقم، صرت تعرف كيف هي اللعبة. رح أعطيك رقم أنا بين هالقد وهالقد، تعطيني أنت رقم صير إلك أقل أو أكتر. بتمنى عليك يا بهاء عم تتصل فينا من الشوف إنه تقول الرقم كامل، مثلاً 23150 23460. اتفقنا بهاء؟ أوكي أوكي. حضر حالك، أعصابك يكونوا الحواليك رايقين. في معك حدا؟ في معك حدا بالبيت عم يتابعنا كمان عم يشجعوك؟ أخي حد كمان. خيك، خلي خيك يكون أول شيء هادي لو سمحت مع كل الموجودين هون لحتى تركز، وبعدين إذا ربحت بتمنى لك كل التوفيق. إن شاء الله بنحتفل نحن وياك. إن شاء الله خير. بهاء عم بيتصل من الشوف، وصل معنا الكمبيوتر، سحب الاسم بطريقة عشوائية. عنا لعبة حرزانية اللي هي قيمة كتير، سيارة وهدايا كتير. بهاء جاهز؟ جاهز. أعطيني رقم بين 20,000 دولار و 35,000 دولار. 30,000 دولار. أقل. 29,000 دولار. أقل. 28,000 دولار. أكثر. 28,500. أقل. 28,400. أقل. 28,200. أكثر. 28,300. أقل. 28,250. أقل. 28,000. الوقت بيخلص، الوقت بيخلص بهاء، الوقت بيخلص. نعتذر منك، وصلت على آخر شيء 28,250. 28,247. رقم كتير كبير وصل ببرنامج ناشط من ربح لهلأ بعد ما انصاب السعر الصحيح باللعبة اللي اسمها حرزاني 28,000. بدي أذكركم المشاهدين أول شيء بدي أشكرك بهاء سليم لأهل الشوف. هالرقم راح يروح لبكرة للمشتركين ولا أحد المتصلين، وتنزيد الهدايا يمكن تصير فوق 30,000 دولار ما بنعرف. بكرة راح تكون حرزاني أكثر وأكثر بوجودكم المشاهدين. شكرا لمتابعتكم، متلاقى نحن وياكم بكرة. تصبحوا على ألف خير.